ونناقش أبرز ما جاء في هذا التقرير وأبعاده مع ضيفنا في الاستوديو السيد تريفور ميرفي، وهو المؤسس ورئيس التنفيذي في كوب فيتش. أهلا ومرحبا بك معنا في كوب فيتش، ونتحدث اليوم أكثر عن هذا التقرير. بعض التحسن في سوق الوظائف يعود إلى أسباب مؤقتة مثل ملف المونديال، مثل مشروع قائم، ولكن إذا ما نظرنا إلى أبعاد التوظيف وتحسنه على المدى البعيد فأننا نجد بأنها غير دائمة. فهل يجب أن نحكم على هذا التوظيف وتحسنه فقط من مشهد الأحداث المؤقتة؟ نعم، أعتقد ذلك. أعتقد أنه بالنظر إلى ما تفعله كوبر فيتش هو أن تقوم بتقرير أو كتابة تقارير حول الأمور التي تتعلق بالوظائف العالية. فيما يتعلق بكأس العالم، أعتقد أن الأرقام تعكس ما يحدث فيما يتعلق بالتوظيف المحترف في الخليج. هناك زيادة في الربع السابق عن الأشهر الثلاثة الماضية، ونرى ذلك بشكل كبير، لا سيما على اعتبار أنه كان لدينا أيضا فترة الصيف في يوليو وأغسطس. أعتقد هناك زيادة ب 3%، وأعتقد أن هذه علامة قوية على زيادة التوظيف. لكن تريفور، يعني إلى أي مدى اليوم ارتفاعات أسعار النفط اللي عم نشهدها عم تستفيد منها منطقة الخليج بشكل كبير؟ نحن نتحدث اليوم أنه هناك يعني إيرادات قد تأتي لدول الخليج منذ مستويات $100، هي من يعزز هذه المستويات لحجم المشاريع المقامة بالوقت الحالي. بالنسبة للقطاع العام هناك أثر كبير، لقد شاهدنا ذلك خلال الربعين السابقين. أيضا القطاع العام ارتفع بشكل كبير، أيضا هناك مشروعات للبنية التحتية، وهناك أيضا السكك الحديدية بين عمان والإمارات. هذه مشروعات كبيرة والتي تؤدي إلى استمرار النمو في هذه البلدان، وهذا له أثر كبير. وهناك زيادة الثقة في القطاع الخاص، وهذا أمر طبيعي وأثر طبيعي لما يحدث. أعتقد أن هذا ما يؤثر بشكل كبير، وعلى الأرجح في المنطقة نحن من المناطق القليلة التي لا تزال تنمو فيما يتعلق بسوق الوظائف. سوق الوظائف إذا ما احتسبناه بشكل عام، لكم الحق بالقول كم سيستضيف من أعداد موظفين بحسب الخبرات، ولكن يجب أن نكون نقف على دلالات واضحة. كل الدول الخليجية ترغب في أن يتحسن لديها مستوى توظيف المواطنين فيها. أغلب هذه المشاريع وأرقام التوظيف هي لعمالة وافدة، وتحديدا من فئات التي تعمل في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية. هذه الأرقام غير حقيقية لحكومات تلك الدول، هي لا تعكس توظيف أبناء تلك الدول بقدر أعداد الوافدين الكبار. فكيف يتم الفصل بين الوظائف، نوعية الوظائف وجنسيات الموظفين فيها؟ نحن لا نفصل الأرقام تتضمن المواطنين والمغتربين. أعتقد أن هناك بعض القطاعات التي لا تزال تنمو في المنطقة، هناك بعض القطاعات التي كانت موجودة بشكل طبيعي خلال العقد الماضي أو منذ عدد من السنوات. قطاع التكنولوجيا هذا مثال، ينبغي وأن نقوم بتوظيف مرشحين من جميع أنحاء العالم، وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة وفي الأمن السيبراني، وهذا يأتي من جميع أنحاء العالم. وأيضا هناك قطاعات تجذب نفس المستوى، الخليج ينمو في الوقت الحالي وهو مسار للاهتمام من قبل الموهوبين. أيضا هذا سوف يزيد بالنسبة مساوية للمواطنين وغير المواطنين في المنطقة كلها. نعم تريفور، هل تعتقد بأن كل الدول الخليجية اتخذت نفس المبادرات لتعزيز مستويات التوظيف خلال هذه المرحلة، أم تفوقت دول على أخرى بتقديم ربما مزايا أكبر لجلب ربما وظائف جديدة خلال هذه المرحلة؟
هذا سؤال ممتاز. أعتقد على الأرجح أن بعض البلدان لديها بعض الحوافز ودول تختلف أو لديها قطاعات تختلف عن القطاعات الأخرى. في دولة الإمارات أصبحنا مركزا للمستشارين والخبراء سواء في مجال التكنولوجيا أو في خدمات الاستشارات والاستراتيجيات. أعتقد أنه بشكل كبير الدول تركز على مجالات عدة. السعودية تسعى إلى بناء مزيد من القطاعات السياحية والثقافية والأمور التي تتعلق بالتراث. قطر تركز على السياحة، هذا واضح لا سيما أنها ستستضيف كأس العالم. وهناك دول أخرى تركز على قطاعات ربما ستدعم قطاعاتها المستقبلية. إذن أعتقد على الأرجح المملكة العربية السعودية لديها زيادة بأربعة 14% في التوظيف، هذا أمر كبير. وأعتقد أيضا أن هناك زيادة على أساس ربعي، وفي المزيد من الحالات هناك زيادة في دول بشكل ربعي عن الدول الأخرى. ولكن هناك رحلة طويلة فيما يتعلق ببناء الخبرات حتى عام 2030. الجميع على أداء جيد في هذا المجال وفي هذا القطاع، قطاع التوظيف. وأعتقد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أيضا سوف يقودان هذا الارتفاع. هل على الرغم من هذا الارتفاع تجد أنه ما زلنا وراء أرقام ما قبل جائحة كورونا؟ بمعنى أن الجائحة خلفت الكثير من فقدان الوظائف في عدة قطاعات حيوية. هل على الرغم من هذا التحسن ما نزال وراء أرقام جائحة كورونا؟ أعتقد أننا استبقنا هذه الفترة في جميع القطاعات، ليست في كل القطاعات ولكن معظمها. إذن إجمالا أرقامنا وفي جميع أنحاء الأسواق كانت أفضل من كوفيد أو حتى في فترة ما قبل كوفيد. نحن هناك بعض القطاعات المتأخرة قليلا مثل العقارات، وقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية وقطر استبقت فترة ما قبل كوفيد. إذن أعتقد إجمالا التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتيسير النمو أصبحت نحو مستقبل أفضل، وكيفية التعامل مع كوفيد هي التي وضعتنا أيضا في هذا الوضع الجيد. ونشكرك تريفور ميرفي الرئيس التنفيذي في شركة كوبر فيتش على وجودك معنا اليوم، شكرا لك. إذن ونصل معكم إلى نهاية فقرة في العمق، والتي أظهرت من خلال التقارير الأخيرة نمو نشاط التوظيف في ثلاثة دول خليجية مقابل ثلاثة دول أخرى عاكست هذا الاتجاه. شكرا للمتابعة.